اش دار المنتخب في ذاك الماتش ضد موريكا؟ خسروا وشحال؟ 3-0 ضيعنا بيلانتي. بالسيف بالسيف باقي كيدربهم داك الشباب الليغا خادي دوزيتش حالي لوزيتش هذاك هذاك سميتو راسها قاصح هذا بقى هو دابا النيفو غيجيبو كاس العالم خاصو يلقى التشكيله الوليد وغتحرك الفرقه ترى خاصو يقعد المشيه ويتحرك من الفرقه مع من طحنا في المجموعات في كاس العالم كرواتيا وبلجيكا وكندا قبل لي الطياره اللي غيمشيو فيها الضربه دوير على قطر وترجع ما غتهبطش حتى اللي راه يقدر يدير شي حاجه في سروالو راه الا عيط للعابه غيمشيو مزيان ومالو معيط ما عندو الصول حتى فينا هي كره فيه كره كانت في ياماتنا حنا حنا راه كانوا اللعابة عندنا كيلعبوا بلا مدرب الظلمي تعقل عليه حتى الظلمي تعقل عليه لا انت ما تعقلش عليه ديك الساعه ما كنتش كاع عارف واش تعيش معاه كنقول لك الظلمه يا وليدي قبل ما يبدا الماتش يلاه كيبغي يصفر الحكام يلاه كيبغي يصفر كنقول لك الظلمي فينا فينا راه ماركا بيتو كيحتفل مع الجمهور راه ما كيفهموا والو والو وهادشي كنقول لك بلا مدرب ملي كيكون المدرب راه هضره اخرى هضره اخرى تيمومي كان كيشد عندنا كره كيضربها كيتماركاو جوج بيوت جوج بيوت كاع وجوج بيوت كنقول لك كان ثلاثه كاع كيفاش كيدير لا الله اعلم انت كتبان لك 3-0 وشكون تيراها تيمومي وناري تفكرت ناري تفكرت الجاكي الجاكي راه كان كيغاردي في الجول قلت تما جايه كره تماركا ولا كيدوي معاك تقلب الجهه الاخرى هادشي كنعاودو ليه وسيد تخلع تاعن قال لك خالي دوشيت غنجيبو معاه الكاس والله الا ما جبنا معاه السكر الفقشه والمر